يسعى مركز هدايا إلى نشر برنامجه العالمي لتطوير الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة التطرف العنيف حول العالم، فماذا يتضمن هذا البرنامج؟ وعمل مركز هدايا على إعلاء صوت التسامح عبر شبكة الإنترنت، فماذا حقق وما هي سقف الطموحات؟ أهلا بكم من جديد مشاهدينا، نجدد الترحيب بضيف الفرسان سعادة مكسور كروز المدير التنفيذي لمركز هداية الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف. في هذا الجزء الثاني من هذه الاستضافة ونتناول فيها برامج وأنشطة وأبحاث المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف. مرحبا بك سعادة مكسور كروز. مشاهدينا، نبذة عن المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف نأخذها في هذه السطور. سعادة مقصود، المركز ينظم المؤتمر الدولي للبحوث لمكافحة التطرف العنيف منذ 2012، هذا بحد ذاته إنجاز، ولكن أهمية هذا المؤتمر ومن المعني فعليا بمخرجات هذا المؤتمر؟ إن من الأدوات الأساسية التي نوظفها في مركز هداية هو الاسترشاد وأيضا الاستشهاد بالبحوث العلمية الميدانية، بحيث تكون القرارات والتوصيات وأوراق السياسات العامة التي نصدرها مبنية على أسس علمية وليس مجرد انطباعات ذاتية أو غير موضوعية. ومن هنا جاءت فكرة المؤتمر الدولي لبحوث مكافحة التطرف العنيف، حتى يعطي المجال بحيث يوفر المنصة للباحثين الجادين من مختلف أنحاء العالم ليستطيعوا أن يشاركوا ببحوثاتهم المختلفة والدراسات العلمية والميدانية التي يقومون بها. وطبيعة هذا المؤتمر أنه يقوم على جانبين، الجانب الأول ما يتعلق بالمنطقة الجغرافية التي يأتي منها الباحث، وبالتالي ننظر إلى الجغرافيا المتعلقة بالتطرف ورصدها على مستوى العالم ومعرفة ماذا يقوم الباحثين به من نشاطات، والجزء الثاني ما يتعلق بالموضوعات التي تكون تخصصية في مجال محدد من المجالات الفنية التي يعنى بها المتخصصين. من كلامك الإمارات لا تعنى فقط بالتنظيم، وإنما عندما تحتوي وتحتضن فعالية أو مؤتمر أو أي احتياجات من احتياجات العالم، فإنما تأتي الإمارات على العمل لتصدير العلم والتطوير، ولذلك تأتي البحوث. لدى مركز هداية ما يسمى بالبرنامج العالمي لتطوير الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة التطرف العنيف، يسعى إلى نشره حول العالم، وهذه طبعا من يعني سمات دولة الإمارات العربية. هذا البرنامج نتحدث عنه بتفاصيل. حقيقة مركز هداية حدد لنفسه عدد من الأولويات، وتأتي على رأس هذه الأولويات برنامج العالم الذي يتعلق بالاستراتيجيات الوطنية لمكافحة التطرف العنيف. باختصار شديد، فإن فكرة هذا البرنامج أنه في الدول المختلفة هناك استراتيجيات لمكافحة الإرهاب، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل هناك استراتيجيات لمكافحة التطرف؟ هل هناك طرق نستطيع من خلالها أن ننسق بين كافة المعنيين والجهات الفاعلة والمؤثرين في مجتمع ما للعمل بشكل مؤثر ومحدد لمكافحة هذه الآفة؟ وهذا البرنامج في طبيعته هو يقوم على مبدأين أساسيين، أولاً التعريف بأفضل الممارسات العالمية فيما يتعلق بمكافحة التطرف العنيف والأدوات التي يمكن استخدامها في هذا الإطار والمنهجيات المثبتة فيما يتعلق بهذه الجزئية. وجاءت فكرة الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة التطرف العنيف من خلال أول اجتماع قمنا بعقده في يناير 2014 من خلال الدعم الذي حصلنا عليه من 3 دول، هي المملكة المتحدة البريطانية، المملكة الهولندية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك لعقد ورشة عمل متعلقة بالتعرف على الاستراتيجيات الوطنية حول العالم. ومن هنا جاءت الفكرة لتدشين هذا البرنامج، وقد تزامن ذلك أيضا مع ما قامت به الأمم المتحدة من إطلاق لبرنامج الوقاية من التطرف العنيف باعتباره استراتيجية وطنية وأولوية أساسية.
عندما نتحدث في هذا السياق يأتي التسامح هو العامل الرئيسي بين الإنسان وأخيه الإنسان حتى يستطيع العالم أن ينمو ويستقر في حياته بشكل آمن. دعت دولة الإمارات فأتى هناك وزارة للتسامح وأعلن عنها من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، وبحمد الله طبعا كان هذا أمر سبق طبعا عالمي لدولة الإمارات. فالمركز عندكم عمل على إعلاء صوت التسامح والسلام عبر شبكات الإنترنت، عبر صيغة مبادرات اللي هي الاتصالات الإبداعية للتصدي للدعاية الإرهابية. لو بنتعرف على أهمية تلك المبادرة وما أنجزتها. بداية يجب أن نثني على عبقرية الرؤية الإماراتية فيما يتعلق بتصدر مشهد التسامح باعتباره فعلا مؤسسيا وتعبيرا حقيقيا عن رؤية المجتمع، وأيضا التصور الذي نراه من قبل القيادة، وفي نفس الوقت ما يتعلق بكافة المبادرات الخلاقة التي يمكن الاستفادة منها. ونحن في مركز هداية باعتبارنا أحد الشركاء الاستراتيجيين لبرنامج التسامح لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا نقوم بعدد من الأعمال التي ترتبط بتعزيز وتأكيد مفهوم التسامح، فيما يتعلق منها على سبيل المثال بالمشاركة مع حوارات الأديان، وكذلك التأكيد على مبدأ التعايش السلمي. في نفس الوقت قمنا بعدد من المبادرات التي ترتبط بدور الإعلام وأيضا الاتصال الرقمي، فيما يتعلق به على سبيل المثال العمل مع مؤسسات مثل الفيسبوك ومؤسسات التواصل الاجتماعي الأخرى الرائدة حول التأكيد على مبدأ أنه يمكن لنجوم الساحة الاجتماعية في مجالات وسائل التواصل الاجتماعي أن يقوموا حقيقة بنقل عملهم الإبداعي من وسط الترفيه إلى محاولة التأكيد على القضايا الأساسية ومنها مكافحة التطرف. التواصل الاجتماعي أصبح عنصر هام ومفروض علينا في مجتمعنا، يعلمها الصغار قبل الكبار، ويمكن يتعلم الكبار من الصغار كيف يتعاملون مع هذه الشبكات. فأنتم فعلا ركزتم على هذا الأمر، ولكن فعليا استطعتم من توظيف شبكات التواصل الاجتماعي في ترشيد الشباب من عملية أنهم يقفون محاولين أن ينقذوا مجتمعات كبيرة من الجماعات الإرهابية وطرق دخولهم في التواصل الاجتماعي طبعاً للتغرير بصغار السن؟ هناك جانبين لهذه المسألة. جميل. الجانب الأول يتعلق بدورنا كمركز فكري وبحثي في الأساس، أننا نقوم بإيجاد الممارسات الجيدة فيما يتعلق بفهمنا لآلية التواصل الاجتماعي وكيف يتم توظيفها من قبل الجماعات المتطرفة. فعلى سبيل المثال استضفنا فعاليتين. الفعالية الأولى قمنا بدعوة مجموعة من المتطرفين السابقين، سواء من تيارات اليمين المتطرف أو التيارات الأخرى مرتبطة بجماعات العنف السابقين، وبالتالي قمنا بسؤالهم سؤالين اثنين: كيف تطرفت؟ ما هي نوع الرسائل الإعلامية؟ ما هي أنواع الوسائط الاتصالية التي أثرت في فكرك ومنهجك؟ ثم السؤال الثاني: كيف استطعت أن تخرج بقناعات جديدة أن مسار التطرف هو مسار هدام؟ ومن هنا استطعنا أن نقوم بوضع خارطة تتعلق بالجانب الانفعالي، الجانب الفكري، الجانب السلوكي، ومعرفة كيف نستطيع التعامل مع هذه الظاهرة بشكل محدد وبشكل واضح. الجانب الثاني وما يتعلق بالمبادرات التي قمنا بها فيما يتعلق بالتأكيد على دور الشباب في التعامل مع وسائط التواصل الاجتماعي. جميل. الإشكالية التي نراها حقيقة أن هذه الجماعات الإرهابية والمتطرفة في طريقة استخدامها لوسائل التواصل الاجتماعي فهي توظف مسارات إبداعية وابتكارية تتعامل بشكل شخصي ومباشر مع المستهدف، بحيث أنهم للأسف الشديد يتم جرهم إلى مساحات وإلى حوارات وإلى مناطق لا يجب أن يكونوا فيها، وبالتالي عملية رفع الوعي مسألة مهمة جدا، والأهم من ذلك هو إيجاد الأدوات والآليات التي يمكننا من خلالها العمل في هذا النطاق. إذن التصدي جاء من خلال العلوم والدراسات النفسية والاجتماعات والبحوث المكثفة حتى تستطيعون أن تجدون الطريق لهذا الموضوع. طيب، نجاح هذه الجهود؟ حقيقة النجاح ما زال له طريق طويل. ونحن نتمنى أن نحقق أكثر مما قمنا بتحقيقه على مدار السنوات الخمس الماضية. فهناك حالة مستمرة من التغير والتنوع بالنسبة لمستوى التهديد ونوع الخطر الذي يقدمه جماعات التطرف وجماعات العنف، ولكن الحقيقة هي أنه ما زال بالإمكان أكثر مما كان، وبالتالي نحن مستمرون في التعلم بشكل جماعي، وأيضا التأكيد على أنه نحن بحاجة إلى إيجاد أدوات علمية جديدة وأيضا أفكار ومنصات إبداعية نستطيع من خلالها التأكيد على رسالتنا.
لدولة الإمارات هناك منصات عديدة حكومية وشبه حكومية ومؤسسية أيضا يعني تواجدت وتأسست في سبيل صد مثل هذه الهجمات التي تأتي عبر شبكات العنكبوتية. هل هناك تواصل بين المركز وتلك الجهات لطبعا تأكيد عمليات البحوث؟ فالمشاركة بين الطرفين يأتي علوم مختلفة يمكن يستطيع من خلالها المركز أن يرتقي إلى مرحلة جديدة يمكن لن تجدها حول العالم. نحن حقيقة في مركز هداية في تعاون دائم وشراكة مستمرة مع عدد من الجهات والمؤسسات التي تعمل معنا في نفس الإطار. فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالجهود التواصل الاجتماعي والجهود الرقمية يأتي مركز صواب باعتباره أحد المبادرات الرائدة التي استضافتها أيضا دولة الإمارات العربية المتحدة. كما أيضا نتعاون بشكل مستمر مع مجلس حكماء المسلمين فيما يتعلق بالمبادرات الخلاقة التي تتعلق بالتأكيد على مبدأ السلمية والتعايش المشترك وأيضا التعاون في أفاق أرحم. نعم. أبرز الأزمات اللي تركزون عليها في الفترة الحالية في مجالات بحوثكم؟ نحن حقيقة لا نركز على الأزمة ولكن نركز على الحلول. فقضيتنا ليست مرتبطة بواقع سياسي محدد أو اجتماعي معين، وإنما تتجاوز كل ذلك إلى إيجاد الممارسات الجيدة والوسائل الفعالة الكفيلة بالتصدي لظاهرة التطرف. يأتي أيضا الفوضى تلعب دور كبير، من المستفيد من الفوضى وإلى أي مدى تتأثر الدول الداعمة طبعا للتشدد والإرهاب من الفوضى وعدم الاستقرار في دول الجوار؟ لا شك سيدي أن المستفيد الأكبر من الفوضى أولئك الذين يقفون وراءها باعتبار أن الفوضى تضع المجتمع في حالة من اللا يقين. وعند غياب الرؤية وغياب القدرة على استشراف المستقبل ومعرفة الحقائق والنظر إليها بعين ثابتة وواقعية شديدة، هنا تكون الفرصة لجماعات التطرف وجماعات العنف لأن تتغلغل وتتسلل وتستولي على المشهد برمته. طبعا المركز ينظم ورشات عمل مركزة ومكثفة بشكل مستمر حول العالم، فهل نأتي على الفوضى، التواصل الاجتماعي وأيضا يعني أساليب أخرى تستخدمونها من خلال هذه الورش لدعم المجتمع والسيطرة عليه؟ لا شك أن الهدف الأساسي ليس هو السيطرة على المجتمع ولكن توعية المجتمع. هي السيطرة خلاقة نقدر نقول. نعم صحيح. وأيضا إعطاء المجتمع القدرة أن يمارس دوره الطبيعي في ترشيد السلوكيات التي يراها. جميل. وأيضا العمل بشكل استباقي ووقائي للتعامل مع كافة الظواهر والآفات المختلفة. وبالتالي نحن مقاربتنا فيما يتعلق بالمجتمع أن المجتمع له دور أساسي ورئيسي ومحوري فيما يتعلق بهذه الجهود. أتينا على بعض الكلمات التي مثل الأزمات وأيضا الفوضى وأن السيطرة، ويأتي الإجابة الإماراتية التي فعلا تؤكد بأن الإمارات لا تنظر للأزمات أو التحديات كأنها أمر مستحيل التفوق عليه، وإنما نعم الإمارات واقفة بشكل صامد وبشكل مستقر لكي تنهض بالمجتمعات. طيب الآن المركز أيضا حظي بترحيب إعلامي محلي وعالمي، تتعاونون مع الإعلام في توصيل رسالة المركز. أهم المراكز الإعلامية التي فعلا وجدتم أن المركز حظي بترحيب كبير من خلالها ووصلت الرسالة لمن تهدفون إلى إيصالها إليهم؟ لا يخفى عليكم أن موضوع الساعة الذي يتعلق بالتطرف والإرهاب هو موضوع بحد ذاته عامل جذب لكثير من المؤسسات سواء الإعلامية أو الفكرية أو الثقافية. جميل. ويسعدني حقيقة في هذا الإطار أن أؤكد على أن كافة المؤسسات المعنية بجهودنا حقيقة تقوم بدور أساسي وفاعل برصد نشاطاتنا وأيضا ما نقوم به من أعمال مختلفة على كافة المستويات والأصعدة. والأهم من ذلك حقيقة أن كافة المنصات الإعلامية وكذلك المؤسسات الشريكة كلها ترى فيما نقوم فيه دور وإسهام مباشر في القضية الأساسية، وهي كيفية أن يكون لدينا مجتمع صحي وقوي ويستطيع أن يتعامل مع المستقبل. ذكرت في سياق حديثك عن بعض الاتفاقيات منها منظمة التعاون الإسلامي، في هذه الاتفاقيات كيف تنعكس على المركز بالإيجابية طبعا؟ حقيقة إن الشراكات التي بيننا وبين كثير من شركائنا حول العالم، ولا شك أن منظمة التعاون الإسلامي تأتي على رأس هذه القائمة، إنما يؤكد على أهمية التعاون الدولي في هذا الإطار. وبالتالي هذا الانعكاس هو
جسر أساسي فيما يتعلق بكيفية التأكيد على أهمية الوقاية ووضع البرامج الفعالة على الواقع العملي، وكذلك التعامل من خلال استراتيجيات محددة. بالإضافة إلى ذلك، فنحن نعمل أيضا مع مؤسسات الأمم المتحدة، والتي من خلال أفرعها المتنوعة ومجالات الاختصاصات نسعى من خلالها أيضا التأكيد على هذه الشراكات، بحيث أن يكون هذا الفعل وهذا الجهد جهدا دوليا بالأساس، وأنه نابع عن إرادة دولية في هذا الإطار. سعادة مقصود كروز، المدير التنفيذي لمركز هدايا الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.